والكيكه دي بجد طريقه تزيينها كأن الناس بتلعب، يعني بجد ممكن تعملوها تخلوا الاطفال تتعود تدخل المطبخ كده، تعملوا شركه في البيت، اعملوا لهم الجائزه دي مثلا انه اللي يذاكر كويس يجي يعمل كيك، وعودوهم على كده. انا كنت بعمل كده، دلوقتي بعمل كده مع اختي، هي كبيره بس انا بعمل كده معاها، بخليها تساعدني في المطبخ. فابتدت، كانت والدتي تعبانه قريب، فابتدت لما دخلت لقيناها عندها السمس على طول، علشان هي بتدخل والطعم في بقها مظبوط، فالموضوع ما كانش صعب عليها، مش اول مره تدخل. فيعني خليهم كده يشاركوكوا، هتتبسطوا قوي من النتيجه. بصوا الزيجزاج تحفه وبجد مسليه، يعني احنا قعدنا في الفاصل كلنا نلعب فيها، حلوه قوي. هعمل طبقه تاني من الفانيليا، وزي ما قلت لكم انتوا طبعا هتسيبوا الازازه تكمل كل السوائل اللي فيها لحد ما تلاقوها السوائل اللي فيها خفيفه جدا، هتروحوا شايلينها وهتدخلوها الفرن على 180 لمده من 30 ل 35 دقيقه. اول ما تدخلوا خله تطلع فاضيه كده تكون استوت الكيكه، تسيبوها تبرد وبعدين تقطعوها زي ما انا هقطع دلوقتي. بصوا المنظر جميل ازاي من قبل لما ندخل فرن، منظر هايل. عندي اهي الكيكه بتطلع كده، انا عاملاها لو عايزين تعملوها بالطول هتكون حلوه، انا عاملاها مدوره، عايزه ابتدي كده اقطعها معاكم وتشوفوا الشكل بتاعها الماربل كيك من جوه بيكون شكلها ازاي. قطع كده، انا عايزه اقول لكم ان هي مولعه، انها لسه مطلعه من الفرن. بصوا من جوه بقى بيكون شكلها كده، الزيجزاج جوه عمال لافف بسبب الشكل اللي نزلتها بيه، نزلتها شويه كاكاو شويه فانيليا، شويه كاكاو شويه فانيليا، طلعت معايا بالمنظر ده، الشكل مظبوط جدا، ده الشكل المثالي ليها. بصوا هي بتطلع دخان، يعني بتطلع دخان من كتر ما هي سخنه، هي مولعه بس هي هايله، هي كده مظبوطه جدا جدا. دي مع شاي الصبح كده احلى فطار ممكن تفطروه، لو ناس بتذاكر كده تقدموا لهم دي مع لبن مع كاكاو، تكون هايله جدا. بصوا من جوه الشكل بتاعها، الكاميرا كده عايزاها تزوم، بصوا الشكل جوه مخطط كده، تلاقوا فانيليا تشوكلت فانيليا تشوكلت، هو ده اللي احنا عايزين نوصله. الشكل فوق نفس الكلام. مقادير معايا على الشاشة عادة تاني، عندي أربع بيضات ضربناهم مع كوب سكر مع كوب حليب مع فانيليا، بعدين نزلنا عليهم بواحد كوب زيت أو زبدة أو سمنة، واحد معلقة كبيرة بيكنج باودر حطيناها على الدقيق وعلى رشة الملح، ونزلنا بالمقادير الجافة واحدة واحدة لحد ما عملت معايا مقدار كيك حلو قوي. قسمت الكيك المقدار بتاعه على نصين، جزء فانيليا وجزء تاني عملته بالكاكاو، ضربت الكاكاو مع اللبن في كوباية وبعدين نزلت بيه على خليط الكاكاو بعد ما قسمت خليط فانيليا وخليط كاكاو، وبعدين جبت هنا ازازة حطيتها في النص، اهي الازازة هي كده فرغت كل مقاديرها خلاص، يعني فيها حاجة بسيطة قوي انا دلوقتي هشيلها. جبت الغطا وقعدت انزل، كان معايا مغرفتين، مغرفه كاكاو ومغرفه فانيليا، ببدل بينهم وبنزل بيها لحد ما تسيح لتحت عشان تعمل معايا الشكل الجميل ده. اول ما الفانيليا تبتدي تنزل في الصينيه تفرد نفسها بنزل بالكاكاو، اول ما الاقي الكاكاو ابتدى ينزل من الازازه الشكل اللي احنا شفناه مع بعض بنزل بالعكس بتاعه الفانيليا. قعدت اشتغل طبقات لحد ما عملت معايا الصينيه بالشكل الهايل ده، وزي ما انتم شايفين اهي شلتها بسهوله، مفيش اي صعوبه في الموضوع، اظبط بس اخر شكل الفاينل كده الحته اللي فوق، وبعدين سخنت الفرن على 180. بعد ما سخنته على 180 عملت ايه؟ دخلت الكيكه من 30 ل 35 دقيقه. بدخل ايه؟ بدخل خله او شوكه او اي حاجه، لو لقيت فيها اي حاجه متبقيه من الكيك ماسكه فيها يبقى لسه الكيكه ما استوتش كفايه، لقيتها جميله وماسكه نفسها ومفيش اي حاجه طلعت يبقى الكيكه بتاعتي استوت وكده تكون جاهزه للتقديم. لما بتطلع الكيكه من الفرن مش بناخدها ونروح مقطعينها، يعني اللي انا عملته ده لسع ايدي ومش صح،
لو كيكه مش ماسكه نفسها ممكن تروح مقسومه نصين، لازم تسيبوها شويه. ممكن تعملوها في حاجه طوليه، ممكن تعملوها في كب كيك، ممكن تعملوها في حاجه دايره، حاجه قلب زي دي، اي قالب انتوا حابينه. المهم تبقوا حاطين ورق زبده او زبده عليها دقيق وترجوه كده كويس عشان ما يبقاش فيه اي كلاكيع تحت. بعدين تطلع تبرد معاكم، تقطعوها وتقدموها، وبالهنا والشفا تكون وصفة حلوة وتكون منظرها جميل زي ما انتوا شايفين عندي. المنظر هايل جدا ويجوع جدا، كيكة جميلة جدا جدا وسهلة وما فيهاش اي تزيين. يا رب الحلقة النهاردة تكون مختلفة، تجربوها وتقولولي رأيكم على السوشيال ميديا، وتستنوني في حلقات جديدة دايما من سفرة دايما.